اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره. واليوم حنا كنتواجدوا بالضبط في واد سبو. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه العائله والصحاب والاصدقاء ديال هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 18 سنه اللي غرق امس مع الساس ديال العشيه. غادي نسمعوا من الاول كيف ما كتشاهدوا معنا الحال ديال الاب، الحاله هيسريه الله يرحمه ويجعل رحمات. السلام عليكم سيدي، تفضل سيدي. الله يصبروا ويجعل رحمات ويصبر الاهل ديالو والاصدقاء. كيف ما كنشاهدوا كنشوفوا ان ايضا السلطات كتواجد في هذا الحدث، منهم السيد الباشا وكذلك كيتواجد السيد القائد. سيدي عاودنا كيفاش ولدك غرق وعاودنا مجموعه الحوايج. الله يجزيكم بخير. نعم صاحبه. نعم سيدي. تزوب الموتور حنا ما عرفناش فين غاديين، جايين لهنا قال له بغينا نتصوروا هنا، ركب شي بلوكه، هذيك البلوكه هربت به. خاويه البلوكه خاويه غير. نعم. قال له صورني هنا، اخذ ديالي البلوكه هذا تما لحق شويه، خافوا ولا ما عرفش شنو وقع عليه، تزاود بدا كيعشر طيعشر حتى ما بقاش كيبان لك السيد. والدري اللي كان معاه؟ الدري كان معاه مشى للكوميساريه وكل شيء. هو اللي خبركم؟ هو اللي خبركم. مورف كي جا سيدي لهنا ولا اول مره جا لهنا؟ ولدي. ولدك. اش غنقول لك؟ ما عرفتش كيجي ولا ما كيجيش لهنا. ما عرفتيش؟ لا. نعم سيدي. اه. اش عندك من الوليدات سيدي؟ انا عندي ثلاثه اربعه الوليدات. نعم عافاك الله يخليك لي طارق اللايف حيدو الله يخليك باش ما يتسمعش. نعم الوليد. عندك اربعه الوليدات، هذا الكبير ولا الصغير سيدي؟ هذا تبع الكبيره، عندي بنت كبيره وهو عنده 18 عام. نعم. والاخرى عندها 13 عام. مين سمعتي الخبر من عند من سمعتي يا سيدي؟ من عند هذاك الولد اللي كان معاه. نعم. هو اللي مشى للقياده. هو اللي مشى نعم. هو اللي مشى للقياده وعيط طلع عليا القياده، انا غادي نقول ما عيطوا عليا. شناكم من البارح وانتم كيف ما قلتي لي من البارح وحنا كنتواجدوا هنا، بغينا نعرفوا شنو واقع بالضبط. كتسناوه كتسناوه يطلع ولا شنو ولا الناس؟ كتسناوه يطلع. نعم. كاين شيء هادشي اللي تسمع. نعم غادي ندوز من احد الاقارب ديالهم. مرحبا بك سيدي معنا في هذا البث المباشر. خذوا غنرجعوا لك الاثنين كنعرفوا وحاسين بك الحاله ديالك، الله يكون في عونك. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل، كيف ما قال لكم عندي بنت كبيره وعندي البنت وهو الصغير اللي كيبلغ العمر ديالو 18 سنه اللي غرق في هذا الواد. كيف ما كتشاهدوا معنا الان كيتسجى الله سبحانه وتعالى انه يطلع هذا الابن. واخا سيدي انت من احد الاقارب ديالو، قلت لي انا من البارح ما نعسنا ما شفنا النعاس، الحاله ديالنا هيستيريه كيف ما كنشاهدوا ايضا الاصدقاء ديالو. نعم سيدي تفضل. اللهم امين رب العالمين، الله يرحمه ويجعل رحمات. نعم. وحنا جينا من الرباط. ارفع الصوت ديالك. نعم. البارح اتصلوا بنا بالليل قالوا لك دابا غرق محمد الباز، راه جاو عندنا راه غرق في الواد ديال الحسله ديال. نعم. ديال القنيطره واد سبو. نعم. جينا حنا دابا جينا قبيله في الصباح حنا عندهم الدار، حنا كنطلبوا من السلطه باش يقلبوا لنا على هذا الولد، هذا راه باقي لحد الان ما جبدوش. حد الساعه مازال ما تجبدش. مسكينه بغات تحمق عائله كامله بغا يحمقوا، غايجبدوه لينا حنا باش نعرفوا غا بعدا راه كاين ندفنوه باش نرتاحوا مع راسنا. هادشي اللي كنطلبوه. نعم. وما كتطلبوه غير انه يتجبد باش نعم هاد الولد هادي يتجبد باش نشوفوا ان شاء الله، نديو الروضه ندفنوه ان شاء الله باش نعرفوا شنو كاين. حنا ما غاديش نعسوه غدا ولا بعد غدا ولا اليوم غدا. نتمناو ان شاء الله خير، نتمنى ان شاء الله يظهر اليوم وان شاء الله ترتاحوا. والدي الله يصبرهم. اكيد الله يصبرهم وماشي ساهل ماشي ساهل. رحمك الله سبحانه. اللهم امين رب العالمين. رحمه الله. اللهم امين. امين رب العالمين. لا مرحبا، احنا بالعكس هذا واجب. قناه شوف تي في هي قناه الشعب، قناه شوف تي في هي قناه الشعب دائما. غادي نرجعوا للاب ديالو. قول لنا سيدي كيف الحاله ديالك؟ كيف ما قلت لي قبل الحاله ديال الله اللي عان بها و الله يعمرك اللي بها الله. نعم. ولا امو ولا خواتاتك. نعم. احنا ما عرفنا نعسوا ما جاوش بنادم غيصبر في ولده. لا أكيد. الله ما عندنا أكيد. ما غندير. اكيد طبعا. هادشي اللي كاين ولا شنو كيدير؟ هو شنو كان كيدير؟ في الحياة ديالو. شد واحد التكوين ديال الضوء. نعم. وجلس يلاه بغينا نقلبوا ليه. يلاه بدا في البداية ديالو دار التكوين، يلاه غيبدا، يلاه باغي يخدم، يلاه يلاه. الله يصبرك اسيدي والله يرحمه ويجعل رحمات. نعم أحد الأصدقاء ديالو اللي باغي ها؟ نعم. نعم مرحبا. محمد راه خونا وراه ما كاينش المسؤولين، السيد ميش من البارح هو في الواد. نعم. وما يجبدوش. راه حشومات. نتوما دابا كيسالكم المسؤولين انهم يتجبدوا. نعم الوقايه المدنيه. الدراري ولاد الحومه راه باقي مجدودين دابا تلاحوا في فلوكه راه شادينهم البوليس. نعم. حيت ممنوع انه لانه علاش ممنوع انهم يغرقوا او بليتو انه يتاحوا، لان راه ممنوع راه كعرف هذه المساله، الناس المختصين هما اللي خصهم يديروا هذه المساله. المسؤولين يجيو. نعم.
نعم كنشوفوا الان في هذه اللحظات كنشوفوا السيد الباشا وكنشوفوا السيد القائد. نعم الناس ديال الوقايه المدنيه اللي خصهم يكونوا. نعم نعم واخا انا غادي نمشي عندك سيدي واخا. نعم خاصو يجيو الناس ديال الوقايه يجبدوا الدري. نعم السيد هو با دابا مأثر عائلته كلشي مأثر. نعم واحد ديال كادير واخا هذه مزيان اللي قلتي هذه النقطه هذه. واش نتوما من قنيطره ولا من نتوما من قنيطره؟ لا حنا من قنيطره. العائله ديالو نعم جيرانو راه كبرنا مع با الموت راه كبرنا مع الجيران. نعم الدري راه رقي ماشي شي واحد باسر ولا سرقوط ولا. نعم زوين نقي وسبحان الله العظيم ديما الناس تحتاج بغيرها البشر ديال الناس. هذا خير الدليل ان حنا كنشوفوا اليوم الحمد لله جميع الشباب متواجده معاهم. نعم عائلته وجيران كلشي واقف ودابا هنا راه خص يجيو دابا الوقايه يجبدوه هما اللي يجيو ماشي الدراري ديال الصباح قاطع المساكن اللي وهزين بلوكا وتيقلبوا. نعم اربعه الدراري ماشي مضحيين بحياتهم اكيد طبعا وراه هادشي علاش ماتوا غيقولوا غادي خمسه. الله يحفظ اكيد اكيد الله يصبر الله يصبر اللهم امين يصبر عائلته وكذا واخا شادر متسارع واخا. نعم استاذ انت كان انت صديق ديالك هو ياك. نعم قرب الميكرو الله يخليك قرب الميكرو. نعم الصباح صونينا للوقايه المدنيه. نعم جاوا فلوكه صغيره جاوا حدهم ضربوا دوره مشاو للهي وعاودوا رجعوا صافي وقالوا لنا خليو حتى تردك المراره وتنفخ عادي يخرج. قالوا لكم حنايا الوقايه المدنيه بدوك الماتريال اللي عندهم يخدموا شويه وجيو ديروا مع الناس راه الناس راه ما تنعش هو اللي دايره ما نعسوش راه ما جاوش النعاس. نعم اكيد طبعا ما كاينش اللي غايجي ينعس خصوصا في هذه الحالات هادو لان الحاله ديال الشاب كيبلغ العمر ديالو 18 سنه اللي تعرض للغرق في هذا الوادي ديال واتسبو كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب دائما معكم على البث. حنا الان الله يصبر هذه العائله ويرحم عليه والمغفره ان شاء الله بحول الله كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل هذه العائله اللي هي تراو الاصدقاء ديالو اللي جاو كيفما تبعتيهم معنا جاو من كل بلاصه من كل مكان من عائلته لانهم خصوصا ان الشاب كيفما قال لك كان كيدير التكوين المهني كان كيقرا الضو ناوي انه يخدم ناوي انه لكن مع الاسف قدر الله ما شاء. فشنو نقدر نقول لكم ان اليه واني رجعون الله يرحمه جراحمات وحنا معكم على جميع المستجدات. اذا كيطلبوا من هذا الاب اللي كيقول الله يجزيكم بخير الناس مسؤولين الى ما. نعم سيدي انا مسؤوليه يديروا معاهم معنا المشهود هذيك الدوره اللي ضربوا مشوا بحالهم. نعم راه ما كافياش ليا. نعم ما كافياش انا ولدي ومرتي بغيتوا انتم الغواصه بغيتوا اللي تعرفوا نعم الاب ديالو الاب ديالو يبقاو مرتاحين. نعم راه ما شدوش اليوم ولكن خصهم يديروا الواجب. نعم يوقفوا معنا واخا سيدي شكرا. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شفتي في هذا الواد وهذا هو المكان. الله يخليك شكون كان كيعرف المكان اللي نعت ليا الصباح قبيله وريني كيفاش هنايا الان متابعين الافاضل كيف ما كتبوا معنا خلينا مازال ندوي هذيك لا هنايا. اذا هنا غادي نشوفوا المكان اللي غرق فيه باش نتابعوا معنا متابعين الافاضل انتم دائما على البث المباشر. نقول لك واحد الكلمه. نعم الله يرحمه جراحمات لا من عند بان من عند بان الله يرحمه. الله يرحمه ونحن على المباشر. مرحبا نعم اذا كيف ما كتبوا معنا متابعين الافاضل نشوف هذا هو المكان اللي راه معذبه. نعم كان اول شيء مسؤول كون راه تجبد كان اول شيء مسؤول كون راه جاو الغواصه وجبدوا خويا بلا هادي كون كان شي ولد شي واحد كون كان شي ولد شي مسؤول ولكن الوالد راه ما بحالهمش راه حشومه. واخا سيدي نشوفوا معكم المكان نشوفوا المكان. نعم اذا كيف ما كتبوا معنا دائما المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تي في ان اليه واني راجعون هذا شاب اللي كيبلغ العمر ديالو 18 سنه البارح جاي يتصور على حسب صلاحات الاب ديالو على حسب صلاحات شهود عيان كيف ما كتلاحظوا معنا قال انه جاي يتصور باغي ياخذ صور في الكارية في هذا المكان الجميل لكن قدر الله ما شاء فغرق البارح مع الساعة السادسة كيف ما كيقول كيف ما سمعتي المتابعين الافاضل هنا هنا وهذا هو المكان اللي وقعت الواقعة غادي تشوفوا معنا ولا سمعتوا اجي هنا. مرحبا خويا لا اسف فين مازال قدام مازال بعيدة القضية لا نطلعوا هنايا باش تشوف الكاميرا اذا مرحبا خويا راه كلشي اذا دائما معكم على المباشر المتابعين هذا هو المكان اللي غرق فيه هذا الله يخليك ما نطلعوش كاملين باش ما باش ما تهبطش لان القضية شوية صعيبة. لا الله يخليكم اتونسيون الله يخليكم الله يخليكم
إذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل، هذا هو المكان اللي سميته هو محمد. محمد هذا هو المكان اللي غرق فيه محمد. إذا كيف ما كتتابعوا معنا متابعين الأفاضل دائما معكم خويا فالسبب دائما معكم المباشر. السلام عليكم. وي هذا هو المكان كيف ما انا دري لا نهضروا حنايا بالحقيقه. نعم دري اخونا خويا وكل شيء راه قادر دابا على البال كل شيء غادي يتلاح. لا اشرف دبي راه يجيو بالليل وبالنهار. نعم حنا راه بغينا من السلطات يجيو يتلاحوا. نعم الوقايه المدنيه او الناس اللي هما نعم قهرونا خويا. نعم قهرونا راه بغينا الدري يتجبد. اذا من هذا هو المكان اللي وقع في الواقعه. نعم ونجيو اليوم وفين تلاح حيد نوريك حيد واخا رايش كافي شاري. هذا هو هنا بهذا البلاصه كان سموتو كنطالبوا بسيدي تجبد اخويا. إذن واخص. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شفت في إن إليه وإني راجعون. الأب محروق على الإبن ديالو وهذا كيف ما كيقولوا هذا هو المكان. هذا هو المكان اللي هذا هو المكان اللي كان نعم هذا راه صاحب الروح بالروح نعم نعم خويا خويا ما بقينا فاهمين والو خويا ما كتبش خويا علاش نقولوا حنايا أنا بغينا هاد السيد يديروا شي مجهود. اسمع لي نعم أنتم كتطلبوا منهم أنهم يديروا مجهود. نعم ديروا شي مجهود قدام هاد عندك ترجع خويا عباد الله تتشوف نعم جيبوا لنا الغواصل ومعاد الغطاس الغطاس ياك خويا نعم ويغطسوا يقلبوا ما لقاو والو نستناو الما يطلعوا ماشي مشكل ولكن خويا اسمع لي نعم باش تجي وتضرب دوره. اسمع لي يا خويا باش تجي وتضرب دوره باش تمشي راه ما عرفناش شنو هاد الدري هذا شنو يقدر يكون شاد شي حاجه ما يطلعش اخويا فهمتيني يقدر ما يطلعش يبقى تحت الماء ولا ما طلعش. اسمح لي ولا ما طلعش ولا ما طلعش الدري المهم تشور على مرات تهنا ولا قال شي حاجه شي يشوف هذيك المهمه كيفاش دايره فهمتيني هذيك هي اللي حس بها باش تحس وتعرف اخويا راه نعم ان لله وتبول بالرحمه اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد الله يحمي وجه رحمه الله يصبركم الله يصبركم الله يصبركم اكيد طبعا اكيد اي ام نعم خويا امي الا ما جبدوش مو غتحمق راه البارح بالليل بغات تخرج ليهم قالت لهم انا الا ما جبدوش ليا ولدي اليوم غنحمق انا غنطاح والسلطه وارحمونا الله يرحمكم واخا ربي اللي كيرحم عتقونا اصاحبي كون كان شي واحد كون كان شي واحد مسؤول وشي واحد شي حاجه راه غتجبدوا غتجبدوا راه عندكم كلشي راه عندكم الماتيريال عندكم كلشي ما تخبوا على الدرويش الدرويش راه كيبغي الله وكنطلب ليه رحمه الله امين الله يعاونكم ويرحمونا إنا إليه وإنا راجعون. كيف ما تابعتم معنا متابعين لهذا الشباب وهذه العائلة المؤلمة والله اللي عالم بها كيف ما كتقول كتقول الله يجزيكم بخير. إلا ما بغينا الناس المسؤولين أنهم يدخلوا ويشوفوا هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 18 سنة. شكرا لكم على المتابعة اللقاء دمتم في رعاية الله وحفظه نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله. إنا إليه وإنا راجعون.